السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي هناخد فيو او نعمل فيو. خلينا نرسم بعض العناصر وبعد كده نعمل لها الفيو بتاعتها. اقول لكم مثلا وول اهوت، اقول له ارسم لي وول بالشكل دوت، تمام اهو. وبعد كده مثلا اقول له انا عايز ارسم سلاب، وتبدأ ترسم اول نقطة، ثاني نقطة، ثالث نقطة، رابع نقطة، وبعد كده اسكيب عشان تخرج من الامر. وبعد كده تقول له انا عايز اعملها، وطبعا اي امر فيه ممكن تدخل تعدل الخصائص بتاعته زي ما انت عايز. تمام، هبدأ احط عمود 2 3 4 5 6 وهكذا. طيب عايز اخد بقى فيو مثلا معين. تمام، لو انا جيت هنا في الانجينيرنج ودخلت في انفايرمنت وقلت له انا عايز ارسم سيكشن، تمام، هتقدر تاخد سيكشن حد اول نقطة، تاني نقطة، وممكن تاخد اكتر من نقطة مفيش مشكلة. انا اقول له سكيب وحدد اتجاه الناحيه دي ولا الناحيه دي، هيبدا يديني السكشن اهوت. تمام، وممكن امسكه من الناحيه دي او امسكه من الناحيه دي، من الجنب امسكه، من هنا زي ما انت عايز. واي حاجه تعدلها هنا هتتعدل معاك على فوق. تمام، طيب انا عايز اقول له فيو، كريت فيو. بيقول لي بقى انت عايز الفيو من اي اتجاه، ما يكون مثلا بالناحيه دي، يبقى انا كده باخد القطاع دوت اهوت. تمام، هو يبدا يكتب لي اسم القطاع. ممكن اقول له لا، طب انا عايز كريت فيو من الناحيه دي، فيبدا يجيبه لي بالشكل دوت، وهيبدا يكتب لك الاسم زي ما انت شايف. لا، طب ده انا عايز اعمل له فيو من كده، هيبدا يجيبه لي بالشكل دوت. عايز فيو مثلا من الجهه ديت، فيبدا يجيبه لك اهوت، وتبدا تحطه زي ما انت عايز. هو بيقول لك عايز تمسكه من الناحيه دي، تمسكه من الناحيه دي. الفيو تقدر تحدد العين نفسها تبقى موجودة في أي اتجاه. يعني هنا الـ E point نقطة العين على ارتفاع معين، وهنا التارجت اللي هي بتبصله من أي اتجاه.